مصنع أم غير مصنع؟ سؤال عاد حول نشأة كورونا بعد انتشار إيميلات كبير المستشارين الطبيين للإدارة الأمريكية أنتوني فاوتشي، أثارت شكوكاً حول علمه باستخدام تبرعات منظمة أمريكية لمختبر ووهان بالصين لتطوير صفات الفيروسية لتجعل كورونا أسرع انتقالاً من الخفافيش للإنسان، رغم نفي الصين ونفي فاوتشي أيضاً الذي كان يؤكد دوماً أنه منفتح على كل الاحتمالات قائلاً: لا يمكن التأكد من ذلك، لكن أعتقد أن الباحثين الصينيين جديرون بالثقة. نحن هنا لا نحكم على فاوتشي، لكن ما حدث له سواء أخفى أو لم يخفي معلومات هو مثال على تعرض العلم للتسييس، أي التلاعب بالعلم لأهداف سياسية، ويحدث عندما تقوم الحكومات أو أصحاب البزنس والجماعات الحقوقية بالضغط بالمال أو القوانين على تمويل الأبحاث أو كيفية تفسير نتيجة البحث أو التحكم بنشر أو عدم نشر النتائج. ولكن ما يهمنا هو تأثير الحكومات. لنأخذ هذا المثال: عندما كان السباق بين القوى العظمى على اكتشاف الفضاء بأوجه أيام الحرب الباردة، مولت الحكومة الأمريكية برنامج أبولو لاستكشاف الفضاء بين الأعوام 1961 و1972 تمويلاً سخياً أوصل الإنسان للقمر، والسبب سياسي وليس التقدم العلمي. بالمقابل أصبح العلم مجالاً للانقسام لاحقاً بحقبة الرئيس رونالد ريغان بالثمانينات، فمشرعو القوانين الجمهوريين أنكروا مثلاً المشاكل البيئية، وفي عهد الرئيس دونالد ترامب خفض تمويل أبحاث تطوير علم الجينات، ولكن الجينات لم تلمس حياة الناس مثل كورونا. إذ تقول ليف غريبين الأكاديمية المتخصصة بتاريخ العلم بجامعة هارفارد الأمريكية بمقال ناقشت به تسييس العلم، أن نقاش كورونا على السوشيال ميديا كشف تأثير علاقة العلم بالسياسة وبالتالي على حياة الناس، وجعلهم يشككون بالعلماء، مستشهدة بقول أحد طلابها: لا أحد يعلم بأي أطباء يثق، فهم يسيسون جائحة كورونا تماماً كالسياسيين. فترامب الذي عارض الإغلاق أوائل الجائحة نقل التشكيك بالعلم والعلماء لمستوى آخر، وعامل العلم كأنه رأي سياسي، وجادل أن العلماء والمؤسسات العلمية التي خالفت وجهات نظره كانت دوافعهم اتجاهاتهم السياسية الخاصة. حتى هنا انتهى كلام الباحثة، ولكن لابد من التذكير أن نتيجة ذلك كان التأخر بتطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مما جعل أمريكا واحدة من أعلى دول العالم بعدد المصابين. مجلة علمية ذكرت أيضاً عن العلاقات بين العلم والسياسة، أن العلم هو البحث عن المعرفة، والمعرفة تعطي صاحبها قوة وسطوة، وهما لب السياسة، بمعنى أن العلماء ينافسون السياسيين على تأثيرهم على الناس، فلسان حال العلماء يقول: نتائج دراساتنا التي نشاركها مع العالم هي العالم الحقيقي. ولكن هل يمكن بعد ما ذكرناه لكم من تأثير التمويل والسياسات المختلفة أن تصلنا نتائج الأبحاث صافية خالية من التسييس؟ وهل المطالبة بالتحقيق مع فاوتشي حول ما يعرفه من حقائق عن كورونا مطلب معقول؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.